مدرسة الجمهورية كما العادة قاعدة معناها تنظاف وتتزين. اليوم حبينا لكونه الأولاد الصغار هما بيدهم يزينوا هما بيدهم يعملوا معناها نشاط هنا. كما تراو التالي الأولاد قاعدين يرسموا، خصصنا لهم معناها حائط شي رسموا فيه وشي خير وعاملين جو وإن شاء الله النتيجة تعجبكم. واش قاعدين تعملوا؟ قاعدين نزينوا المدرسه. وعلاش تحبوا تزينوا المدرسه؟ على خاطر نحبوا نرجعوها احسن مدرسه في صيادة، نحبوا نحافظوا على النظافه، ونحبها ترجع كما كانت قبل. أزرق شفتها. بتنقال من كم السماء.